مباراة بقى الجزائر ونيجيريا، انا عايز اقول ان هي مباراة هتبقى اقوى، وانا بعتبرها ده نهائي مبكر بالنسبة للبطولة الافريقية، لان مباراة الجزائر ونيجيريا اخشى ان هي نفس تكون بالمستوى الفني والماراثون الطويل اللي اقيمت في مباراه دور نصف النهائي اللي اقيمت سنه 1988، وكانت مباراه كبيره جدا وماراثونيه سواء في الوقت الاصلي والاضافي او حتى في ركلات الجزاء الترجيحيه. لكن معايا على الهاتف كابتن بلال الدزيري نجم منتخب الجزائر الاسبق، اكلمه على مباراه جزائر وكوت ديفوار. وكابتن بلال طبعا لعب اكثر من 100 مباراه دوليه وليه باع طويل في الكره الجزائريه والمنتخب الجزائري في فترات سابقه. كابتن بلال مساء الخير على حضرتك. مساء الخير. مساء الخير الجمهور المصري وبشكل خاص الجمهور الاهلاوي. اولا مباراه الجزائر ونيجيريا مباراه تبقى قويه ومباراه صعبه، وسبق قبل كده الجزائر واجهت نيجيريا في الدور نصف النهائي عام 88 وكانت مباراه ماراثونيه، وصلوا بعد التعادل الى ركلات الجزاء الترجيحيه وكان فيها اكثر من حوالي 10 11 ركله جزاء. هل تتوقع بنفس الاداء تظهر مباراه 2019 ولا المتطلبات اختلفت؟ لا، المتطلبات اختلفت، يعني ما فيش نفس الشكل ونفس الميزان ونفس اللاعبين. يعني المقابله بكره يعني مع فريق نيجيريا مختلفه جدا عن مقابله 88. اليوم الفريق يعني في تحسن وفريق نيجيريا في تحسن، يعني الكره بصفه عامه في تحسن وفي تطور. راح يعني احنا نقول باللي الفريق الوطني الجزائري يعني راح يؤدي مقابله يعني ضد فريق النيجيري، وفريق النيجيري ما يستاهلش يعني الفريق اللي يلحق النصف النهائي يعني بجداره، وكان اختار مقابله واحده يعني ضد الفريق المرقاشي. الفريق المرقاشي اللي كان يعني المفاجاه في الدوره، يعني اول مره يمشي للدوره وادى مشوار لا باس به. اليوم المقابله يعني راح نشوفوا مقابله يعني نهائي قبل الاوان بين نيجيريا والجزائر. ان شاء الله يعني فريق الجزائر راح يكون في الموعد وراح يعني يحافظ على اللياقه البدنيه، يعني بعد 120 دقيقه بعد المقابله يمشيها يعني لعب الفريق يعني مشى على الساعه 6 مساء، يعني كان في حراره ورطوبه وزاد مشى حتى 120 دقيقه. ان شاء الله راح يسترجع كل امكانياته ويسترجع ثقته باش يكون في الموعد ان شاء الله. طيب، في جزئيه مهمه وهي متعلقه بغياب يوسف عطال الباك رايت الظهير الايمن للمنتخب الجزائري، وللاسف الاصابه اكدت ان هو مش هيقدر يستكمل باقي مباريات البطوله. مدى تاثير غياب يوسف عطال على التشكيله او الرؤيه الفنيه لجمال بالماضي في هذه المباراه، في ظل ان المنتخب النيجيري بيمتلك لعيبه على المستوى الهجومي على اعلى مستوى سواء ايجالو او احمد موسى ام صامويل جاكوزي؟ لا يعني راح عطال راح يكون غايب عن المقابله، يعني 91% راح يكون غايب. اليوم يعني جمال بالماضي ورى للجمهور يعني الجزائري ولا الجمهور يعني الافريقي ولا الجمهور بإسري يعني ده يعني عنده زوج فرق، يعني مقابله ثالثه ضد الفريق التنزاني، وان كان يعني بدل 10 9 لاعبين، خلى الحارس المرمى وخلى لاعب واحد، يعني كانت عندنا يعني زوج فرق. اليوم يعني دخل يعني المقابله يعني بعد اصابه عطار دخل مدافع الدفان اللي ادى ما عليه، يعني اللي ادى ما عليه وكان في المستوى. ان شاء الله يعني راح يوجد التشكيله المناسبه. يعني عندنا ما نضمش يعني فغولي اللي كان خرج يعني مصاب نوعا ما، هتتحدد مشاركته بكره ان شاء الله. يعني ان شاء الله راح يكون في الموعد وراح يسترجع كل الطاقه بتاعه امكانياته. هجوم منتخب نيجيريا كيف سيتعامل معه المنتخب الجزائري؟ احمد موسى، ايجالو، صامويل ساكوزي، اليكس ايوبي، سامون؟ يعني فريق النيجيري يعني والفريق يعني بإسري، احنا ما نقولش يعني الهجوم يعني فرقه يعني كتله متكامله، يعني من الدفاع وسط هجوم والمهاجمين، يعني كل مقابلات تسجلوا فيهم الا مقابله يعني مقابله ضد الفريق الملقاشي، يعني فريق مدغشقر، يعني وين ما تجيش نهزم 2-0، وكان يعني المدرب بدل تشكيله يعني نوعا ما 70% من التشكيله بدلها. كل مقابلات يعني تسجلوا يعني وما يعني ضد الفريق الكاميروني اللي كان منهزم يعني في الشوط الاول 2-1،
عاود ولا في النتيجه وسجل زوج اهداف، فاز 3-2 وكان ينجم يسجل الهدف الرابع والخامس. يعني المدرب الوطني جمال بالماضي راح متفطن لهذا الشيء، يعني هو ادرى بذلك، يعني هو موجود مع المجموعه، يعني شاهد المقابلات تاع نيجيريا وشاهد، يعني راح يدير الخطه المناسبه باش يعني ينجم يعني باش يكونتر يعني يحاصر الهجوم تاع نيجيريا. كابتن بلال الدزيري نجم المنتخب الجزائري الاسبق، كل التوفيق ليك يا رب، وكل التوفيق للكره الجزائريه في الذهاب بعيدا، وتصل ان شاء الله لما لا الى المباراه النهائيه ومواجهه نسور قرطاج، نهائي عربي ان شاء الله على الاراضي المصريه في كان مصر 2019، ونقرر نفس النهائي. يمكن اخر نهائي عربي كان عام 2004 بين تونس والمغرب، واستطاعت تونس الفوز بالبطوله. المره دي تونس عامل مشترك، وان شاء الله يكون مع الجزائر في نهائي عام 2019.